هنتكلم دلوقتي على حاله خاصه بالنسبه للسامبلينج بتاع الموديوليتد سيجنالز. كل اللي اتكلمنا عليه سو فار في النايكوس سامبلينج بنتكلم على بيس باند سيجنال كان لها ماكسيمم فريكوانسي اوميجا ماكسيمم، يعني هي ليميتد وذين ماينس اوميجا ماكسيمم وبلس اوميجا ماكسيمم. لو انا عندي موديوليتد سيجنال بقى دي عباره عن اكس ام اوف تي بتساوي اكس اوف تي اي تو ذا جي اوميجا سي في تي، وير اوميجا سي دي اللي هي الكارير فريكوانسي بتاعتي. اوكي لو انا بتكلم على الاكس اوف تي هي البيس باند سيجنال اللي كنت بكلم عليها من شويه، والاي تو ذا جي اوميجا سي تي دي عباره عن الايه الكارير بتاعي، والكارير فريكوانسي بتاعي ده اكبر بكتير جدا من سيجما ماكس. اوكي لو انا بتكلم دلوقتي على النايكو سامبلنج يبقى معنى كده انا دلوقتي زودت الفريكوانسي بتاعتي هي الاوميجا ماكسيمم بتاعتي، بدل ما كانت اوميجا ماكسيمم دلوقتي بقت اوميجا ماكسيمم بلس اوميجا سي. اوكي فلو هي اوميجا ماكسيمم بلس اوميجا سي يبقى معنى كده السامبلنج بتاعي المفروض يبقى توايس اوميجا ماكسيمم بلس اوميجا سي. اوميجا سي دي اكبر بكتير جدا من الاوميجا ماكسيمم، يعني لو فرضا دلوقتي عندي الاوميجا ماكسيمم دي بتساوي 1 كيلو هرتز والاوميجا سي عباره عن 100 ميجا هرتز، يبقى معنى كده ايه انا دلوقتي مضطر ان انا سامبل السيجنال بتاعتي اوكي ب 100 يعني ب 100 زائد 1 في 2 اوكي يعني 100 ميجا زائد 1 كيلو في 2 اوكي عشان ابقى بجيب النايكوس سامبلنج بتاعي. اوكي هل الكلام ده ضروري؟ لا، هيتضح من شويه بعد شويه كده ان هو مش ضروري، ممكن نعمله بشكل ماتش مور افيشنت. اوكي والشكل اللي ماتش مور افيشنت ده له ابلكيشنز في غايه الاهميه هتكلم عليها في الام ار اي وفي الالترا ساوند. اوكي طيب الاساس بتاعنا في السامبلنج ان احنا وي نيد تو افويد اليسنج. اوكي واتفقنا ان احنا عندنا اللي بيحصل في السامبلنج ان احنا بنكرر البيس باند سبيكترم بتاعنا اوكي او السبيكترم بتاعنا عموما مش شرط البيس باند. اوكي بكرره بمسافه بين كل تكرار والتاني بتساوي الاوميجا سامبلنج. اوكي والاوميجا سامبلنج ده اللي احنا كنا خدناه قبل كده عباره عن توايس اوميجا ماكسيمم. انا هنا مش هاخده توايس اوميجا ماكسيمم، هسميه اوميجا سامبلنج وهعمله ديريفيشن هو بيساوي كام. طيب دلوقتي لو انا خدت اول واحده اللي هي السيجنال الاصليه بتاعتي او السبيكترم الاصلي بتاعي الماكسيمم فريكوانسي بتاعته هي اوميجا سي بلس اوميجا ماكس. اوكي طيب الماكسيمم بتاعه لو انا تخيلت ان هي شكلها برضو حاجه تريانجولر كده الماكسيمم بيبقى عباره عن اوميجا سي بلس اوميجا ماكسيمم والمينيمم بتاعي بقى اوميجا سي ماينس اوميجا ماكس. طب دلوقتي لو انا فرضا عملت تكرار للسيجنال دي ناحيه الشمال، ناحيه الشمال يعني انا بطرح او مسافتي عن اللي هي الاصليه سيجنال الاصليه بتاعتي اللي هي موجوده سنتر حوالين اوميجا سي هتبقى مسافتي عنها عباره عن اوميجا اس، فيبقى معنى كده اول ماكسيمم في الشكل الثاني هتبقى عباره عن اوميجا سي بلس اوميجا ماكسيمم ماينس اوميجا اس. لو انا عاوز ده ما يبقاش اليست في جوه الشكل بتاعي يبقى لازم ده يكون اقل من الاوميجا مينيمم بتاعتي اللي هي اوميجا سي ماينس اوميجا ماكس. يبقى معنى كده لو انا استعملت اوميجا سامبلنج اكبر من توايس اوميجا ماكسيمم يبقى ساعتها مش هيحصل لي اليسنج. لو انا بصيت على الشكل بتاع السامبلنج بتاعي ده انا الشكل اللي كنت لسه بتكلم عليه من شويه لو اوميجا ماكسيمم بتساوي 1 كيلو هرتز والاوميجا سي بتساوي مثلا 100 ميجا كويس، يبقى معنى كده اوميجا سامبلنج هنا هتبقى 2 كيلو. اوكي لو انت تخيل احنا دلوقتي بنسامبل سيجنال فيها كارير فريكوانسي 100 ميجا يعني السيجنال بتاعتي كلها حوالين 100 ميجا وفي نفس الوقت انا بعملها سامبلنج ب 2 كيلو وبحصل على الحاجه اللي انا عايز احصل عليها. طبعا دي حاجه ريماركبل لانها بتعمل لنا ماتش مور افيشنت سامبلنج وده هنشوف له ابلكيشنز في غايه الاهميه زي ما بقول في البايوميديكال ابلكيشنز. فالتو كاركترستكس ان احنا ناخد بالنا منهم ان احنا السامبلنج بتاعنا في الحاله دي في الموديوليتد سيجنال بيبقى اندبندنت اوف ذا كارير فريكوانسي، دي حاجه لازم ناخد بالنا منها. وتاني حاجه ان بيسكلي في جنرال كيس لو انا عندي حتى الشكل بتاعي ده ما هواش سيمتريك انا باخد التوايس اوميجا ماكسيمم دي عشان انا متخيل السيجنال بتاعتي من بلس اوميجا ماكس لماينس اوميجا ماكس. لو السيجنال بتاعتي ما هياش كده يعني ممكن تبقى مثلا من 5 من ناقص 5 لغايه بلس 10 مثلا يبقى ساعتها بتكلم على اوميجا اس دي هتبقى اكبر من بي وخلاص الباند ويدث بتاع السيجنال بتاعتي وخلاص.